The switch in figure is closed at t equal to 0. Find I of t and V of t for all time. ففي هذا السؤال المطلوب هو إيجاد قيمة الفولتية الموجودة على طرفي المتسع وكذلك قيمة التيار اللي يمر بالمقاومة 5 أوم لكل قيم الزمن. فلو نلاحظ أن الدائرة تحتوي على مصدر تيار مستمر مقداره 3 أمبير وأيضا مصدر فولتية مستمر مقداره 20 مضروب في دالة يونت ستيب التايم اللي هيكون بالسالب. فنفس ما نعرف أنه هذه الدالة تتفعل فقط عندما التايم يكون بالنيجاتيف، يعني هنا راح نحصل طبعا هاي هي الفولتية وهذا هو التايم، يكون قيمة الفولتية 20 فولت فقط للزمن السالب، بينما بالزمن الموجب انه راح يصفر عندي مصدر الفولتية. فاذا نبتدأ الحل باخذ الفترة الزمنية الاولى اللي هي for t less than 0، فاذا نرسم الدائرة راح نلاحظ انه الدائرة راح تحتوي على مصدر الفولتية راح يتفعل ويكون قيمته 20 فولت لأن التايم يكون بالنيجاتيف، وأيضا عندنا مقاومة مقدارها 50 أوم، وعندنا المتسعة اللي تكون open circuit باعتبار عندنا مصدر فولتية مستمر بالدائرة، بينما المفتاح الكهربائي راح يكون open circuit. فحاليا هاي هي الفولتية V وهذا هو التيار I. فبما انه المفتاح open circuit فبعد ما لي اي اهتمام بالجزء الاخر من الدائرة باعتبار انه راح تكون دائرة مفتوحة. فحاليا راح نشوف انه الفولتية على طرفي المتسعة راح تساوينا ما هي الا فولتية المصدر 20 فولت طبعا for t less than 0، والتيار راح يكون هنا i of t راح يساوينا 0 أمبير فور أيضا T أقل من 0. هاي بالفترة الزمنية أنه T أقل من 0. إذا ناخذ أنه T أكبر من 0 راح يكون المفتاح الكهربائي مغلق، فتصبح الدائرة لدينا بهذا الشكل. طبعا بالنسبة إلى مصدر الفولتية راح يكون عبارة عن قيمته 0 فولت باعتبار انه اليونت ستيب انه راح تكون قيمتها 0 عندما التي تكون موجبة، فراح يكون مصدر الفولتية عبارة عن شورت سيركت بهذا الشكل. وعندنا المقاومة 5 اوم، وايضا عندنا المتسعة راح تكون ايضا اوبن سيركت طبعا بتأثير مصدر التيار المستمر اللي قيمته 3 امبير. فطبعا هذا المفتاح الكهربائي راح يكون كلوز، وعندي المقاومة قيمتها 10 اوم، وعندي ايضا مصدر التيار الكهربائي اللي قيمته 3 امبير. طبعا هاي هي الفولتية وهذا هو التيار. طبعا بالنسبة الى الفولتية على طرفي المتسعة عندما يكون تي أكبر من صفر راح نقدر نكتبها بهذا الشكل اللي هي كنما الفولتية السيدي ستيت إنه V of T راح تكون عبارة عن V of infinity plus V of 0 minus V of infinity في exponential minus T على التاو. طبعا بالنسبة إلى ال V of 0 اللي هي كنما ال initial voltage وجدناها عندما T أقل من صفر وكان قيمته عبارة عن 20 فولت. فحاليا يجب علينا إيجاد قيمة ال V of infinity اللي هو ال final value of the voltage، وأيضا إيجاد ثابت الزمن tau. بالنسبة إلى ال V of infinity راح نلاحظ أنه بالنسبة إلى الفولتية أنه حسب الدائرة عندما T أكبر من صفر راح تكون ما هي الا باعتبار انه هاي الفولتية مربوطة كأنما على التوازي مع المقاومة 10 اوم، فتصبح انه فولتية الانفينيتي ما هي الا فولتية المقاومة 10 اوم. فكيف نجد فولتية المقاومة 10 اوم؟ بكل بساطة نستخدم قانون كيرشوف، كرنت لو لاستخراج قيمة التيار اللي يمر ب
بالمقاومة 10 أوم، ومن ثم نضربه في قيمة المقاومة اللي قيمتها 10 أوم لاستخراج الفولتية على المقاومة 10 أوم. فحاليا قيمة التيار اللي مر بالعشر أمبير، هذا هو إذا نقدر نسميه I، راح يكون ما هو إلا التيار الكلي 3 أمبير في المقاومة البعيدة اللي قيمتها 5 على 5 زائدا 10. طبعا هذا هو التيار I، بما أنه إحنا نريد الفولتية إذا نضربه في قيمة المقاومة اللي قيمتها 10 أوم، فراح تكون قيمة هذه الفولتية على هاي المقاومة اللي ما هي إلا فولتية المتسعة الـ V infinity، راح تكون قيمتها عبارة عن 10 فولت. إذن الآن وجدنا الـ V infinity، المتبقي أنه فقط إيجاد ثابت الزمن التاو. فبما أنه نعرف أنه التاو عبارة عن R equivalent في الـ C، بالنسبة للR equivalent هي المقاومة المنظورة من طرفي المتسعة، فإذا نعيد رسم الدائرة راح تصبح بهذا الشكل. عندنا هاي 5 أوم، وها هي المتسعة، ها هي الR equivalent، ها هي 5 أوم، وأيضا عندي هنا 10 أوم. وطبعا عندي المصدر التيار راح يكون عبارة عن open circuit، فراح تبقى عندنا الدائرة فقط بهذا الشكل. إذن R equivalent راح تكون ما هي إلا مقاومتين مربوطات على التوازي اللي هي 5 التوازي مع 10 أوم، وراح يساوي لنا 5 في 10 على 15، وراح يساوي لنا عبارة عن 3.33 أوم. إذن الآن نستطيع إيجاد ثابت الزمن التاو، راح يساوي لنا R equivalent اللي هو 3.33 في قيمة المتسعة اللي قيمتها 0.2، وراح يساوي لنا القيمة راح تصبح عبارة عن 0.667 سكند. إذن الآن نستطيع إيجاد المعادلة النهائية للفولتية عند التايم أكبر من صفر، إنه V of T يساوي لنا V infinity اللي هي قيمتها 10 فولت زائدا V of 0 قيمته 20 minus V infinity 10 في exponential minus T على tau اللي هو 0.667. نبسط المعادلة راح يصير إنه 10، نفتح قوس نطلع عامل مشترك 1 زائدا exponential minus 1.5 T volt. هال V of T يبقى انه نجد الـ I of T، فنفس ما نلاحظ بالدائرة إن اذا نرجع انه بالنسبة الى الـ I of T الفترة الزمنية انه T اكبر من صفر، ما هي الا قيمة الفولتية على طرف المتسعة، هاي قيمة الفولتية كان ما مربوط على التوازي مع الخمسة اوم، فاستطعنا انه معرفة قيمة الفولتية على الخمسة اوم، فناخذ هاي قيمة الفولتية نقسم على الخمسة أوم نقدر نحصل قيمة التيار. فراح نرجع هنا إنه I of T راح يكون ما هو إلا V of T على قيمة المقاومة 5 أوم، وراح يساوي لنا بكل سهولة ما هي إلا 10 في 1 زائد exponential minus 1.5 للT على 5 أوم، راح يساوي 2 في 1 زائد exponential 1.5 للT أمبير. طبعا من الضروري انه نضع علامة السالب بجوار نتيجة الكرنت، باعتبار انه اذا نرجع للدائرة راح نشوف انه المسار الطبيعي للثلاثة أمبير السورس مال الكرنت راح يكون بهذا الاتجاه، فبالتالي راح يتجزأ بهذا الشكل وايضا يتجزأ بهذا الشكل. فإذا لو شوف أنه الاتجاه يكون معاكس للاتجاه المحدد بالدائرة المعطاة بالسؤال، فإذا ناخذ قيمة الكرنت اللي حصلناه من المعادلة V of T على الخمسة ونضربه في السالب حتى أنه نبين أنه الاتجاه يكون معاكس للاتجاه المحدد بالدائرة المعطاة بالسؤال. إذا كملخص لحال نستطيع أنه نكتب أنه النتيجة النهائية للـ I of T راح تكون قيمتها صفر للتي أقل من صفر،
وأيضا ماينس 2 في 1 زائد إكسبونينشال ماينس 1.5 للتي للتي أكبر من صفر. بالنسبة إلى الفولتية أيضا في أوف تي راح تكون قيمتها إنه 20 للتي أقل من صفر، والقيمة الأخرى إنه تكون الفولتية عبارة عن 10 في 1 زائد إكسبونينشال ماينس 1.5 للتي للتي أكبر من صفر.